ازيك شباب، معكم حلقة جديدة مع سينجو. النهاردة نلعب لعبة ارك سيرفايفل وولد، وتبقى دي الحلة الاولى. واحنا طبعا عاوزين نعمل شخصية، فخليني شخصية عاملة ازاي كده كده. كده عامل كده لا مخلص. ده تبقى الشخصية بتاعتنا، سميها يا سيلا يا ياسين. Are you the one I've been with? تمام، انا لعبت اللعبة قبل كده. تمام، اكون عارف شوية حاجات. تمام، خلينا ازود الويت عشان في المستقبل هنحتاج الويت. دول اللي انا هحتاجهم دلوقتي، يعني ده عشان اجيب ده. ايوه، واحطه هنا. خليني ادخل على الكرافتنج اشوف الاكس محتاج ايه. تمام، محتاج تاتش وفلنت. اجيب التاتش من هنا، خلاص كده تاتش كفاية. راح بقى اجيب فلنت من الصخر. تمام، دلوقتي اعمل اكس، واستنى لحد ما يتحمل واحطه كمان جنب البيك اكس. تمام، عاوز اعمل ايه كمان؟ كام فاير، محتاج ستون. نجمع ستون من الارض او الاكس، صح؟ نجيب ستون بس كده خلاص. اروح بقى نجيب خشب واروح اشوف نشوف لنا مكان بقى نحط فيه كام فاير بتاعتنا. صح، محتاجين نجمع فايبر. استنى بس احط كون فاير الاول هنا. دلوقتي انا عاوز ادخل هنا. طب المهم هنجمع فايبر ونعمل الهدوم بتاعتنا. راحت فين؟ خلاص مش فاهم. ادخلي افتح الانفنتوري واعمل التيشيرت. كنت فاهم شكل محتاج فايبر، نزود البيت عشان دي هتكون اكتر حاجة احنا محتاجينها. هنبدأ عمل البيت بس مش دلوقتي.
احنا بقى محتاجين نلاقي دودو ونقتله. ادور على اي دودو. انا اللي انا عارفه ان في دودو هنا. ايوه اهو في دودو. في دودو هنا كمان. خليها اقتله. طهر تعالوا هنا. خلاص تمام دلوقتي. حطينا الكمباية بتاعتنا ورا الصخور دي صح؟ ايوه اهي. راح اجمع خشب وبعدين ابقى احط الدودة عشان ناكله. تمام هنجيب اللي تمام. هنتعلم حاجات تعمل البيت. كان نقدر نعمل بيت لكن مش هنعمله دلوقتي. احنا بس اللي عاوزين نعمل دلوقتي ان نحط اللحم ده هنا كده في الود اهو كده. بعدين نشغل النار. دلوقتي اللي انا عاوز اعمله عاوز اعمل ده. استنى بقى لحد ما اكلت او خليني اروح اعمل اقتل شوية حيوانات كمان عشان اجيب منهم هايدا عشان هايدا هيفيدنا. خلينا نشرب مية. تمام دلوقتي خلينا نروح نقتل الدودو ده وناخد لحمه. وناخد لحمه ونروح نحطه هو كمان. انا عاوز اخد هاي. تعبت. تمام خلينا ناخد بقى لحمه. واداني برضو هيد كتير قوي. انا بقى هروح احط لحم الطبخ. الصخور اللي احنا ثانية اقدر افتح الخريطة. شوف نحط ده هنا. تمام بقى 40 هايد. راح خلينا نكتب برضو دودو كمان. خلينا ندور ممكن بعدين نراود لنا ديناصور. ممكن نراود ديناصور في الحالة دي بس اكيد مش هيكون ده. خلينا ارجع. ممكن او عمدي عمدي ممكن اشوف حاجات اقدر اتعلمها. بس انا معايا نقطتين بس اتعلم بيها ايه دي. بس مش هتعلم حاجة من نقطتين وبعدين لما الافل ابقى اجيب سرير. خليني اعمل حاجات عشان الافل زي انا مع فايبر. شو مية. طب
خليها اروح اتدرى عشان ده بيجيب هايت كتير. مش سايبه. راح فين؟ راح فين؟ يتوقع شوية حسب يا عم اهدى بقى. فينها زود الويت وراح عشان ماي عشان ما يقلي ما يقلي لو ممكن اموت. ما حيوانات المفترسة دي لما اشوفها بخاف انها تقدر تيجي هنا. تخليني اتعلم السرير صح. اتعلم بوكس. ممكن نعمل البيت بتاعنا دلوقتي. شوف محتاج وود. اوكي راح اجمع وود وابدا اعمل البيت بتاعنا وهنعيش فيه. لما بقى تاتش برضه عشان برضه هنحتاج تاتش كتير. ممكن دول كفاية وخلاص الستة اللي احنا عملناها. هذا التلوين بعد من دول نعمل بيتنا هنا ولا بلاش؟ بلاش خلينا نعمله هنا. هو اوله خلينا نعمله هنا بس انا بقى هنشوف هنعمله ازاي. صراحة شوف الكون فاير بس الاول واحط فيها شوية لحم كمان تطبخ. خلي بقى يطبخ. نعمله هنا. هنا حلو. لا مش كده. افتح ده. حط كده. 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 كده نكمل. اذا رحت فين؟ خلاص خلينا نعمل واحدة تانية. ما
نعمل تنين وبعدين عاوزين الخيطة، محتاجين فايبر، بعدين نقعد نجمع شوية خشب عشان برضه هنحتاج خشب عشان خشب اللي معانا قرب يخلص. الشمس مش مخليني شايف حاجة يا من البيت اللي أنا ببنيه. بس كده خلاص دول كل الحيطان. فطبعا شوفونا في الحلقة الجاية وانسوا لايك تشتركوا في القناة. مع السلامة.